بالنسبه للكاشي ما غاديش نقدر نقول لك شنو هو القدر ديالو، ولكن اكيد انني كنطلب الكاشي اللي بالنسبه ليا كنستحقه، واكيد انك ما كنمشيش بوحدي، كاين فريق عمل اللي كيشتغل معايا، كاين الاوركسترا، كاين الناس اللي كيسهروا على بزاف ديال المسائل اللي كتعلق بيا، فانا كنطلب الكاشي اللي كيناسب هاد الناس كلهم. اكيد انه شوف، اكبر هديه للفنان في اي حفل هو الجمهور الغفير، هو التفاعل ديال الجمهور معاه، فهذه اكبر هديه، وهذه لا تقدر بثمن، وحب الجمهور لا يقدر بثمن.